3 أيام وإحدى عشرة جولة تصويت، وكرسي رئيس مجلس النواب الأمريكي في الكابيتول شاغر يكرس وضعا مأزوما لم يحدث منذ 160 عاما. رغم سلسلة التنازلات التي قدمها، أخفق النائب الجمهوري كيفين ماكارثي في إقناع المجموعة المتشددة في حزبه بالتصويت لصالحه، مسجلا بهزائمه المتتالية رقما قياسيا فيما يتعلق بعدد الأصوات اللازمة لانتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك منذ الحرب الأهلية في منتصف القرن التاسع عشر. يتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب 218 صوتا، أمن منها حتى الآن ماكارثي 200 صوت بالإضافة إلى صوته. ونقلا عن تقارير إعلامية، فإن ماكارثي سعى إلى كسر الجمود من خلال تقديم تنازلات هامة بشأن قواعد مجلس النواب من شأنها أن تضعف سلطته وقدرته على السيطرة على المتشددين في حزبه، مما يزيد من مخاطر حدوث فوضى في قضايا مثل سقف الديون والإنفاق العام. حالة شلل يعيشها الكونغرس 18 بعد 100 للولايات المتحدة الأمريكية تكرس الانقسامات العميقة في صفوف الجمهوريين، رغم كونهم يشكلون الأغلبية في الغرفة السفلى للكونغرس، حيث يرفض نحو 20 نائبا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب ترشيح ماكارثي لشغل ثالث أهم منصب سياسي في البلاد بعد الرئيس الأمريكي ونائبه. سيواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس للغرفة السفلى للكونغرس، وفي انتظار ذلك ستكون لحالة الشلل تداعيات ملموسة على المجلس لعدم قدرته على التقرير بشأن أي مسألة أخرى إذا ما ظل كرسي الرئيس فارغاً.